السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات غادي نفصلوا جميع السلهام اللي هو ديال الحضور اللي كتلبس فوق التكشيطه الا كنا معروضين ولا شي حاجه بحال هكا. كنتمنى يعجبكم وكنشكر الاصدقاء ديالي القدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد ان شاء الله، وكنشكر الاصدقاء ديالي الجداد اللي جاوني من طرف شيماء ومبارا، وكنشكر شيماء ومبارا حتى هي كنوجه ليها الشكر الجزيل، وكنشكر جميع البنات ومرحبا بكم البنات. وان شاء الله غادي نعطيكم فيديوهات جداد، غنعطيكم الجديد من غير فصله وخياطه، غنعطيكم الجديد في لي فلوغ، غنعطيكم الجديد في سميتو في الخياطه ديال الجلال باخر موديل واخر ما كاين في السوق ان شاء الله. وكنتمنى تعجبكم القناه ديالي ومرحبا بكم، وديروا لايك البنات اللي دخل عندي، وكنرحب بكم من جديد. وحنا عندنا معايده بغادي نفصلوا السلام، وكنتمنى يعجبكم. نفصل لكم السلام ديال 1.50 متر في الطول البنات، يعني كيعطي السيده من فوق حتى لتحت. والسلام راكم عارفين كيتشد غير بواحد جوج ديال الكروشيات في الصدر صافي. معايده بغا نبداو نفصلوا هاد الثوب البنات اللي جبت ديال اليوم، جبت ثوب خفيف، يعني غير ثوب خفيف واحد فيه شي طريزات خفاف بحال هكا. قلت ندير لكم غادي السلام كيدار من كيدار في 3 متر كنضربوها على جوج، كنطويو على جوج بحال هكا كما كتشوفوا. هو هذا هو ترونسبارون واحد شويه، ولكن هو كما قلت لكم غير كيستر المراه من هذا، وتيكون نخوة كما كنقولوا. طويت الثوب على جوج كما كتشوفوا، وهنا اللي مسدود هذا هو اللي كيجي في اللورا البنات بحال هنايا كما كتشوفوا، وهنا اللي مفتوح هو اللي كنجيبو في القدام. غادي ندير شي فنيتات غنشدو بشي فنيتات لان الثوب خفيف كيتزلق، وهانتوما غتبعو معايا. راه ما واعرش يعني طريقه ساهله، بحال في الصناصه ياكلوش هكا، كنفصلوه وكنقورو كنديرو ليه القب صافي. هذا هو اللي كنديرو السلهام ديالنا. كنديرو فنيت بحال هكا حتى الفوق، كنشدو غير باش ما يتزلق لينا الثوب وصافي. دابا هو درنا ليه الفنيته البنات كما كتشوفوا، الثوب هو 3 متر كما كتشوفوا، هي هادي كنشدو هنا لي جوج، هنا لا جرت الفنيت كنجمعوه مع الجهه الاخرى بحال هكا، بحال دابا بحال شدينا الفولار، غير نحاولوا يجينا مقد بحال هكا، يجينا مقد البنات. علاش هاد الكو هاد الفوقاني هاد القنيه الفوقاني يجي مقد حتى لتحت بحال هكذا كما كتشوفوا. كنجمعو دابا هذا على 4 وكندير ليه فنيته من هنا. كيبغي هو غير تقادوه مزيان مزيان باش سميتو باش الا قطعتوه يجي داير من تحت، باش ما يجي من جهه طالعه وجهه هابطه. هذاك هو اللي تيكون فيها سميتو الديفو اللي كيكون فيه صافي. وهاد الجهه التحتانيه هي ملي غادي نديرو القب، هذيك الجهه اللي غادي نحيدو من تحت هي فاش غادي دير القب ديال سميتو ديالنا. كما كنقول لكم خص غير يتقاد مزيان، مع كيتزلق كيجي شويه صعيب. غنحط عليه هذا باش ما يبقى يتهرب ليا. وهانتوما شوفوا معايا، انا كيعجبني في اللبسه الا كانت معروضه ولا شي حاجه كيجي زوين، كتلوحي على كتافك وانتي داخله حتى توصلي فين بغيتي كتحيديه. هانتوما ملي كنقادوه بحال هكذا كما قلت لكم بحال فصلتو سياكلوش. كناخذ العبار دابا من هاد القنت اللي هنايا من الفوق من هنايا، وحنا غادي حتى لتحت نشوفوا شحال فيه. غادي تكون فيها البنات 3 متر، لان فيه الثوب فيه 6 متر، غادي تكون فيه 3 متر ياك، غير مره نديرو فنيته بحال هكذا. 3 متر اللي غتكون فيه متر و 44 و 45 هي علاش غنمشيو دابا، هانتوما عقلوا عليها مزيان. متر و 45 لان ما كملش متر و 50 بحال كي درت معكم فواحد السياكلوش راه حطيتها في القناه بحال هكا. غير الفرق هو في القب، كي تنديروا القب صافي داك هو الفرق. او الا غادي يجيكم ساهل بواحد الطريقه نديرها لكم دابا، يجي ساهل ديك الطريقه احسن من هكا، ولكن غندير لكم هذه هي الاولى.
دابا قلنا قبيله متر 45 كنجيو لهاد القنت عاوتاني من الفوق، كنجيو على الوسط وكنعبروا متر 45 عاوتاني بحال تما. هي هادي هاد القنت هي ديما كنشدو فيها السنتيم بحال هكا نتوما، كل 10 سنتيم 15 سنتيم راه كنعبروها بوحدها. ها هي 45 عاوتاني متر 45 كنحزو عاوتاني بحال هكذا، كنديرو فهاد ديما هاد السنتيم تيبقى فهاد الفوق، كنمشيو معاه كنحاولو نقددو. من الاحسن ديرو على شي على شي على شي كونطوار كبر من هذا، او بعد المعلمين راه كيفصلوه فوق جلديش في الارض باش يجيهم. ها هي 5 متر 45 اخرى، وحنا غاديين حتى لهنايا ديما كنعبروا ديك متر 45. داك الفوقاني راه باقي شاد بلاصتو كيتحرك. دابا غنجي للجنب نعبر متر 45 في الجنب هنايا، غير هو الديفو ديالو غير كيبان البنات الا ما قادش كيلبس واحد وكيبان طلع من جهه وهابط من جهه. ها نتوما هاد الجهه دابا الجنب، دابا هذا هو الجنب اللي بقى لي هنا متر 45، هو هذا هو هذاك، كنلاقي هاد 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 التراساج مع هذا وهذا مع هذا. نتوما كيما كتشوفوا البنات ولاقيو هذا مع هذا. الا ما قدرتوش تلاقيو بهذه الطريقه باش كديرو كل شويه كل 10 سنتيم كديروها بوحدها، حتى كيجيكم هو هذاك. كنجيو دابا لهاد الدائره اللي قطعنا دابا كلها، وهذا اللي شاط لينا البنات راه كنديرو به سميتو، كنديرو به القب، كنحاولو نقدوه مزيان مزيان بحال هكذا. هانتوما هكذا نحاولو نقدوه مزيان كيما كتشوفو. وديك الوقت راه كنديرو ليه بحال هكا كنفصلو. كنشوف واش كيبان لكم، غنحيد هاد الفنيته وغنرجع. راه بعض المرات غتشوفوني خرجت على السطر لان الراس د المقص كيوريني البلاصه اللي عوجه اللي عوجه في سميتو واللي مقاده. دابا هو هذا هو السلهام ديالنا البنات، هو هذا. دابا اللي بقى لينا هو نفصلو ليه دابا الفوق فين كيدار القب اللي غنفصلو، كنحلوه ردو ليا الباب، كنحلو دابا نحيدو هاد الفنيتات. هانتوما هكذا كنهزو هاد جوج طرفة ديال اللي كنت قلت لكم هما هادو، كنهزوهم كنحلوه بحال هكذا، كتجينا القنت اللي كنا قلنا هي هادي، وهنا هو اللي محلول. غندير العبار دابا ديال السيدة اللي عندي، عنديك هنايا دابا هنايا هو اللور ديال السلهام ديالنا اللي كيهبط من هنا لتحت من وراء كتفنا لتحت، هو هنا هو هنايا هنا كنديرو فيه 16 سنتيم البنات. هو العبار اللي كاين عند السيده لان عامره واحد شويه، عندها 16 سنتيم هي هادي، هنا عندها 24 سنتيم او 24 سنتيم اللي تكون عندها غالب تقريبا كاع الناس 24 سنتيم، لان كيجي مفتوح حتى لهنا 24 سنتيم كما كنقول لكم. كنهزو دابا هاد القياس هاد العبار دابا اللي من هنا حتى لهنا، كنشوفو شحال فيه بحال هكا، عندنا فيه 15 سنتيم من هنا حتى لهنا، تنقسموه على النص. يعني شنو كنديرو؟ كنعبرو من هنا 15 سنتيم حتى لهنا هي هادي، وكناخدو العبار شحال عندنا فيه، عندنا فيه عاوتاني 15 سنتيم البنات هي هادي. اذا غادي نخرجوا من هنا لهاد نحيد لكم هادي من هنا حتى القدام، هذا هو القدام دابا، وهذا هو هذا هو اللور ديال سميتو ديالنا دوره العنق هنا فاش غادي تجي البنات. وهنا هو القدام فين غادي يوحل القد هذاك ديال السلهام، وهنا راه بحال قلنا هنايا ديال سميتو ديالنا. كناخذوا مسطره بحال هادي بحال هاد الفيروبي بحال هكا كما كتشوفوا، كنديروا هادي شي وحده اللي ما عرفات باش تقدو كدير بحال هذا. هانتوما كديرو بحال هكذا كتراسيو عليه
وكيجيكم هو هذا. كنهضر على البنات المبتدئات، انا قدرنا نقطعوا بلا حتى شي حاجه بهذا المقاس اللي درت، ولكن انا كنفضل باش نوريكم كيفاش ندير. كنقطعوا دابا هذا هكذا كما كتشوفوا، ما كنخلي لا حتى شي حاجه ديال الخيط لان الدبره كيتجبد واحد شويه، داكشي علاش هو هذا. كنحيد المقاس ديال السيده، غادي نمشي لهذا القدابه البنات اللي هو هذا، انتم كتشوفوه. غنحيد لي هذا الحاشيه لان انا ما كتعجبنيش هذه الحاشيه تبقى كاع في الحوايج اللي كنطلب الصلهم، طاف الخياطه كيجيو خايبين. هذا راه غادي نخدموه البنات بالمعلم، انا فصلته معكم وغنحطو لكم في القناه دابا، ولكن نهار يتخيط لان كيدي الوقت نهار يتخيط. إذا كنت غندير شي فيديو شي خطره غادي نوريه لكم كيطلع هو الاول. هذا كما قلت لكم هنا هو القدام وهنا هو اللور، نحلو من جديد. هذا هو السلعه ديال البنات، غادي نوريه لكم من جديد شوفوا كي داير. هو هذا البنات. دابا اللي بقى لينا غير نوريه لكم من هنا باش يبان لكم مزيان، كان من الاحسن بحال هكذا غادي تشوفوه. دابا ملي غيدار ليه القبعات غادي يبان لينا ياك، ولكن ما كاين باش نوريه لكم دابا. كيتلبس بحال هكذا البنات، كيتلبس انتما كما كتشوفوا تيكون غير بحال سميتو. وهنا غندير ليه القب، غنسق ليه القب، غيكون عنده واحد الكروشي هنا وواحد الكروشي هنا، وهانتوما غادي تشوفوا القب كي غادي نفصلو هانتوما معايا. ودابا البنات كما قلت لكم دابا غادي نفصل لكم القب ديال سميتو ديال السهم ديالنا، هو تيكون واحد شويه بحال ديال الجلابه، غير هو تيكون واحد شويه مختلف غير في العبار وفي الطريقه باش كيتفصل، ما كيكونش شي فرق كبير بزاف. هانتوما غتشوفوا معايا غادي هذا هو دابا هنايا هو الفم ديال طوينه الثوب بعدا على جوج باش تكونوا عارفين. طوينه الثوب هادو ما غير طوب الطرف لي شاطو ليا من تحت، هما هادو هما الثوب على جوج. هنا غادي نديرو فيها هذا هو اللي كيكون هنايا في القدام ديال السلام، حيت هو السلام تيكون القب ديالو كبير شي واحد شويه. غادي نديرو فيه 40 سنتيم مع الثوب عندي مفتوح من هنا، غندير لي خدمه المعلم هنايا ما غاديش يجي مسدود من هنا حتى هنا، هو اللي فوق الراس وهنا هو اللي كما قلت لكم ديال اللي كيتحط على الوجه ديال الانسان. هنا اللي كيتحط على الوجه ديال الانسان راه فيه 40 سنتيم البنات اللي غادي نديرو فيه، زائد ديك 2 سنتيم ديال الخياطه هي 42 سنتيم. غنديرو هنايا البنات 42 سنتيم كما كتشوفوا، هي هادي هنا فوق بحال قلنا فوق هاد الفوق ديال السهم ديال القب ديال السهم ديالنا هو هاد الجهه. غادي نديرو فيها 32 سنتيم هي هادي، زائد 2 سنتيم ديال الخياطه هي 34 سنتيم. هنا غادي نهبطو نشوف المقاس ديال السيده، 35 سنتيم هو هذا، كنزيد سنتيم هي 36، ولكن ملي كندير واحد الاشاره هنايا راه كنشوف هنايا خص تكون عندي يعني يكون عندي مقاس ديالو خاص، هي 25 سنتيم من هنا حتى لهنا باش يجي شويه داخل من هنا وخرج من هنا، هي هادي. هنا غير بغيت نعرف البعد، وملي كنجيو لهنا راه خص تكون عندنا ديك 24 سنتيم اللي درت لكم قبيله خصها تكون هنايا، زائد 2 سنتيم ديال الخياطه ديال هنا وديال هنا راه تتكون 26، هي هادي كما كتشوفوا. كنفصلوها بهذه الطريقه ماشي بحال القب ديال الجلابه، هو تيجي بحال لافي واحد شويه لان حتى تما راه بحال لافي شويه. سمعتوا البنات، هنا عاوتاني غادي نطراسي لكم من هنا حتى لهنا، راه خليت القياس ديال الخياطه وخليت كلشي، غير خصني نقد واحد شويه التوب من هنا وصافي. هانتوما دابا كيما كتشوفوا هنا هو ورا هذا اللي كيجينا مدلي في اللور ديال كتافنا هو هذا، وهنا اللي كيجينا في عنقنا، وهنا اللي كيجي على الوجه، وهنا اللي كيجي فوق الراس. انا كنظن راه شرحت لكم مزيان وكنتمنى تفهموني، واللي ما فهمنيش يسولني والله ما كاين حتى شي مشكل. هو نورمالمون خصو يجيني هنايا مسدود، ولكن الثوب ما عطانيش، ما
ما جانيش مسدود من ديك البلاصه. داكشي علاش دابا هذا هو عفوا هذا هو القب ديالنا. وغنجيب السلعان رغم ان هاد التبره كيتيري الا مشيتو تفصلوه، الا فصلتوه بحال الطريقه القلوش راه كتلقاو كيتيري كيمشي وكيجي، ولكن معليش. غادي نشوفوا دابا الفوق ديال السلعان ديالنا اللي كنت وريتكم قبيله، هو هذا راه كيتخلط طيولي بحال هو هذا، راه كما قلت لكم هذا هو اللور وهذا هو القدام، هذا هو اللي كيجينا هنايا. هنا كنطرو فيه واحد شويه ديال الخياطه اللي هو هذا، وهنا الا كان جاكم واحد شويه كبير ولا شي حاجه راه كنشربوه في الخياطه باش كيجي اسميتو. وهذا هكا تيكون سلام ليه. ولا خيطتو البنات راه غادي نوريه لكم دابا، غنحطو لكم في القناه تشوفوا كي داير تفصل. ولكن ملي غادي نحط شي حاجه شي نفصل شي حاجه اخرى ولا شي حاجه راه قبل الا يلا كنرحب بكم، راه غادي نوري لكم السلهم كيطلع. وكنتمنى يعجبكم، وكنتمنى اي واحد عجبته القناه ديالي كما قلت لكم في الاول، اللي ما اشترك معايا في القناه تيشترك معايا. مرحبا بكم كاملين وراكم في الباب، شكرا لكم بزاف بزاف.